السادة أعضاء مجلس الأمة، تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسى مؤخراً نبأ وفاة عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث النائب السابق المرحوم العم ناصر محمد الساير، والذي كان مثالاً للسياسي الخلوق والبرلماني المخلص، وقد كان الراحل أحد رجالات الكويت ورواد العمل الاقتصادي فيها، فكانت له إسهاماته المميزة كما كان له دور كبير في العمل الخيري بسخائه المعروف عنه. فبالأصالة عن نفسي والنيابة عن أخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب.